هل يحق للزوجة قبول أو رفض تعدد الزوجات، ولها طلب الطلاق إن تزوج؟ لها أن تقتنع من زوجها سواء تزوج أم لم يتزوج، لكن ننصحها بأن تثبت وأن تقيم البيت من غير تحريم عليها للطلاق إذا طلبته، لكن النصيحة بالصلح لقول الله تعالى والصلح خير. قول الله تعالى والصلح خير.